وصلنا لفقرتنا التالية، رح نحكي عن الإبداع، ومعنا اليوم بصباحنا إحدى المكرمات من جمعية أجنحة السلام، هي جمعية تطوعية يلي بتهدف إلى نشر ثقافة السلام عبر تنظيم مختلف الأنشطة يلي بتفيد الإنسانية ككل. وبسرنا نرحب بروعة النبواني إحدى المكرمات من الجمعية. أهلا وسهلا فيكي روعة. تسلمي. أهلا وسهلا. أهلا صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي روعة، نحن كثير مبسوطين إنه أنت معنا لليوم. بداية هيك خلينا نعرف المشاهدين عنك وعن الجمعية وأنشطتها. أنا روعة النبواني، بدرس أدب عربي سنة ثانية من ريف دمشق، عضو من أعضاء رابطة أدباء سوريا. تم تكريمي بالرابطة لمشاركتي الفعالة أثناء النشاطات اليومية وحصولي على شهادة بنص مميز على مستوى ريف دمشق. تم فعالية أجنحة السلام باتحاد الكتاب العرب. نعم، طيب يا روعة احكي لنا عن تجربتك الأولى بالكتابة، يعني أكيد وقت بلشتي هيك فرجتيها لأهلك لرفقاتك، كيف كانت ردة فعلهم؟ قديش هيك أول شيء بس كتبتيها، كم مرة هيك عدتيها بينك وبين حالك لحتى قلتي لا هيك صارت حلوة وصرتي تفرجيها للوسط المحيط؟ كان أول نص بكتبه نجاح ما بعد اليأس، بعد نجاحي في الشهادة الثانوية البكالوريا. شاركت فيه بمسابقة فريق فكر الياسمين السوري، بعد التدقيق من قبل أستاذ اللغة العربية حسن النبواني ساعدني فيه. قدمته وحصلت على المركز الأول بالمسابقة، وكتير كتير كنت مبسوطة بهذا الشيء، أني من أول تجربة حصلت على المركز الأول. شجعوني ودعموني وكتير انبسطوا بهالشيء. روعة، عم نتعرف اليوم على موهبة جديدة وخصوصا بموضوع الكتابة، بدنا نعرف من أي مت بلشتي، من أي عمر، وكيف قدرت تطوري حالك؟ أنا منذ صف التاسع كنت أكتب، وكانت مواضيع التعبير بحصص اللغة العربية مميزة. كانت المفردات عندي استخدمها مفردات جديدة وغير بسيطة، كنت دائما افتح على كتب واقرأ لانقب عن مفردات افضل. كيف قدرت تطوري حالك؟ بدأت بقراءة الروايات مثل أميرة الجبل لنجيب الكيلاني، قرأت لجبران خليل جبران كمان، وبدأت ادخل على جروبات على الفيس، شارك بالنشاطات اليومية بالكتابات، ومن خلال تدقيق المشرفين أعرف أغلاطي، أدرس كتب لمصطلحات مفردات جديدة للغة العربية. نعم، خلينا نحكي عن الدعم، مين كان الداعم الأول لك؟ بابا وماما، أنا كتير كتير بتشكرهم، كان الدعم المعنوي لإلهم لإلي كان كتير كبير، يعني رغم انه بساطة النص بس كلامه لطيف يشجعني اني اكتب افضل. اضافة بعد ما صرت عضو برابط ادباء سوريا، فبقدم شكر خاص كثير لهي الرابطة لانه هي دعمتني كثير. يعني ما كانت علاقتي انا وياهم كقائد او فريق وعضو مشارك، انما كنا اخوة متحابة. اي شخص بيكون ببدايه اي مشوار يمكن بيتعرض شوي لصعوبات معينه، خلينا نحكي، وخصوصا انت عم تذكري من شوي انه كنت تعرضي كتاباتك بمجال السوشيال ميديا وهو مجال مفتوح، بتكون في التعليقات يمكن الايجابيه وممكن تكون السلبيه، خلينا نحكي عن هي التجربه لما انت صرتي تفرجي الاشخاص كتاباتك واذا مريتي بصعوبات معينه. هلا انا مريت بصعوبات منها بالواقع ومنها من اصدقائي بعلاقتي معهم. يعني لم ما كان عندي الوقت الكافي للكتابة بسبب ضغط الدراسة والجامعة. بعدين أصدقائي اللي معي بالمجال كان كلامهم الهادم يحاول يأثر على نفسيتي، بس أنا الحمد لله ثقتي بنفسي وبموهبتي كبيرة. نعم، خلينا نحكي عن النمط اللي أنت بتكتبيه، اللي أنت بتحبيه، وليش اخترتي نمط معين؟ هلا أنا بحب أكثر شيء نمط النثر الحزين والخواطر الأدبية، لأنه الكاتب لما بده يكتب هي ليست مجرد كلمات مصفوفة، وإنما مشاعر منبثقة من أعماق القلب يخطها على أوراقه من الواقع الذي يعيشه. فأنا كنت كل شيء من الواقع اللي بعيشه أكتبه، لأنه الكاتب هي رسالة يؤديها للقارئ. فكان النثر الحزين
اغلب كتاباتي عنه. روعة، خلينا نحكي ايمت بتلجئي للكتابه، ويا ترى كلياتنا ظروف الحرب بسوريا دائما بنسال هذا السؤال، اثرت عليكي او على كتاباتك؟ المواقف اللي كنت مر فيها هي السبب للجوء الى الكتابه. يعني وقت تكون سعيده اكتب عن السعاده، وقت تكون حزينه اكتب عن الحزن. وخاصه الظروف هي اللي كانت الي السبب بهذا الشيء. يعني ما انه مثلا خلص اجبر افكاري على الكتابه، انما خلي الكتابه تستدعيني ولا مو انا استدعيها. تمام. يعني مثل ما حكينا هيك عم نمرق بوضع وظروف كثير صعبه، ودائما الكاتب الفنان هو اكثر حساسيه، وحكيتي انه انت تجردتي من العالم اللي بيأثروا عليكي بالسلب، تجردتي من يمكن انماط معيشيه كانت تضايقك لحتى انت تركزي بكتاباتك. اليوم هيك خلينا هيك تكون عبره بركي لكل حدا عم يتابع معنا. الحكي البشع، التنمر، الضغط من قبل الأشخاص المحيطة، قديش نحن لازم نكون أقوياء ونتحداهم بالموهبة اللي عنا؟ أنا بشجع كل المواهب الشابة على تنمية تطوير موهبتها، شو ما كانت موهبتها، رسم أو نحت أو غناء أو كتابة، وما تتأثر بالواقع اللي هي عايشة فيه. خلينا نحكي روعة عن الكتب يلي شاركتي فيها أو منتجاتك الثقافية يلي كانت. شاركت في كتاب كواليس نفس بنص بعنوان ماذا لو عاد معتذرا، والآن أعمل على كتابة رواية بعنوان ضحية، وكتاب لم يطبع بعد بعنوان فكرة أخرى، نصي كان بعنوان الفراق والسكر ولوز. حضرتي لنا شيء تقولي لنا اياه من كتاباتك؟ ايه في كتير. ايه يلا. من اي كتاب او من شو العنوان او شو؟ كتاب فكرة أخرى لسكر ولوز في عندي، وإذا كمان ماذا لو عاد معتذرا. رح نخليكي أنت تنقي شيء حابة تقولي. ماشي. قد ما بدك فيك تقولي. بس دقيقة لو سمحت. وعم أهلك دوري مو مشكلة. يعني ليه قديش بنشوف بظل الحرب عم تطلع مواهب والشباب يعني رغم كل شيء عم يحبوا يقدموا يطلعوا افكارهم يطرحوا رؤاهم. اكيد. بس نعم. هلا انت رح تقولي لنا هذا النص يلي انت تكرمتي عليه؟ لا، النص اللي تكرمت عليه بعنوان الغربه. نعم. بدك تقولي لنا الغربه ولا غير نص؟ بقول الغربه. يلا. طب لبين ما طلعيها للغربة احكي لنا كيف قدمتي على الجمعية وكيف اخذتي هذا التكريم، شو هو الشيء اللي لفتهم بالنص بنص الغربة؟ هلق دوري معلش انت عم تحكي. هلق نحن كانت المسابقة اول شيء على النت على الواتس. قدمنا نصوص لعدة مشرفين. هني اخذوهم على على اتحاد الكتاب العرب. قديش كنتوا كم شخص؟ تقريبا نحن بالرابطه 200 شخص. اختاروا فقط 40 اللي كانت نصوصا مميزه 15 اثناء ال يعني عم نحكي عن عدد كبير كانت المنافسه بيناتهم. والفئات العمريه كلكم كنتوا مختلفه كانت الفئات العمريه. لقيتي؟ يلا بس دقيقة أنا في عندي نصوص كتير. أي نص؟ فيكي تختاري أي نص روعة. انتقام أخمده الحب. دائما أسائل نفسي هل سيعود نادما راجيا قربي؟ وماذا لو عاد حقا حينها؟ هل سأكون له عن رحيله عافية؟ الذي أفقدني الثقة بكل من حولي وجعلني أؤمن بأن لا للحب وجود. هل سأشيد بكلتا يدي العاجزتين حاجز النسيان الذي تخلق بسبب بعده عني قائلة له إني لا أحبك نادمة كثيرا لمعرفتي بك فقد جئت على هيئة عمر كامل من الوجع حتى أتت تلك اللحظة التي طالما شككت بمجيئها تخبطت مشاعري بين الحب والبغ وبدأ قلبي وعقلي بالتصارع بين الوعودة والمغادرة. كان عقلي يدفعني للانتقام منه،
بتمزيق مشاعره إن كان يملكها إربا إربا بكلمات الجارحة، وأصب غضب قلب نادم على حبه كبركان ثائر يأبى الخمود، حتى سأقوم بكل ذلك ليس إلا كي أخمد نيران الانتقام الشاعلة ضمن فؤادي، وسأحطم قلبه كما فعل بي راحلة مستهزئة تاركة بسمة الاستخفاف به لانهزامه أمائما، عائدا يوطئ رأسه خجلا مما اقترفه. فسرحت في عينيه تأملا غارقة بذكريات الماضي الجميل متمنية عودتها، فبدأ فؤادي يرتجف شوقا لكلماته الدافئة، فأحببت الاقتراب أكثر من الابتعاد لأنه موطن سعادتي. فمنذ رحيله اختفت الابتسامة عن وجهي واحتل الحزن ملامح وجهي اللطيفة، لم تعد روحي تشعر بالطمأنينة، تخبطت أفكاري بمشاعري ولم أعد أعلم ما سأقرر وما سأفعل. وفي آخر وهلة ترددت في مسمعي رسالة من السماء: إن الله يسامح عباده المذنبين، فمن أنت حتى لا تسامحيه؟ فلتخمدي نارك المشتعلة ومزقي صفحات الماضي، أحرقيها بنارك الملتهبة ولا تطفئيها بانتقامك المدمر لسعادتك، ولتكن بداية جديدة تعيد لروحك البهجة. فتنهدت تنهيدة من أعماق روحي وعناية تذرف الدمع لتخرج الحزن منهما، وارتميت في أحضانه باكية راجية ألا يبتعد عني مرة أخرى. هذا النص اللي شاركت فيه بكتاب كواليس نفس. نعم روعة. دائما أي نص أدبي نحن بنكتبه بيكون ناتج عن الشعور يلي بيكون فيه، بنطبق عليك هذا الشيء وقت كتبتي هذا النص؟ إيه أنا كل شو الحالة اللي كنتي عم تمري فيها؟ كنت كثير مكتئبة بسبب موقف صار، فقعدت أبكي وهيك، قعدت على طاولتي وأقلام بإيدي وبدأت أكتب، يعني كل شيء أشعر به بكتبه. بعد ما كتبتي أول مرة رجعتي عدلتي على النص؟ إيه أكثر من مرة أكتب شق الورقة وأرجع عيد. يعني أحس إنه كانت كثير أفكاري متخربطة لدرجة إنه ما عم بقدر أعرف شو أكتب. للحظة الأخيرة استخرجت هذا النص بكامل صدق. كان بس تدقيق عليه إنه كتشكيل ولغوي، تشكيل وقواعدي، أما كلغوي مفرداتي كانت نابعة صادقة. نعم نعم. روعة خلينا نحكي قبل ما نختم لقائنا معك، وين بتشوفي حالك؟ لوين حابة توصلي؟ شو هو الهدف يلي حاطتيه هيك مقابل عيونك، خاصة بعدك هيك طالبة وعم تدرسي أدب عربي؟ بحب أكمل دراسات عليا ويكون إلي في مجال الأدب كتب وروايات مطبوعة باسمي، وبحب أقدم شكر خاص قبل نهاية اللقاء لأعضاء المؤسسين لرابط أدباء سوريا، للمهندس قصي الطبل والروائية مؤمنة أبو ملف، الأستاذ القاص حسين الصلاح والكاتبة رشا حسين والأنسة رهام معلا. نعم. خلينا نقول كمان هيك رسالة ممكن حابة توجهيها لكل الصبايا والشباب يلي بعمرك. بتمنى انه اي شخص عنده موهبه يكمل مسيرته فيها وما يخلي المجتمع ياثر عليه، يعني لازم يكون قد الثقه واثق من نفسه انه هو عنده موهبه كافيه. نعم روعه، نحن بدنا نتمنى لك التوفيق، بدنا نتمنى نشوفك محل ما انت بتحبي، وما في شيء هيك ياثر على موهبتك يا رب. موفقه وان شاء الله بنشوف عندك تكريمات عالميه ايضا ان شاء الله يا رب. وانا بتشكر كثير الاخباريه السوريه على استضافتي على هذا البرنامج.